مرحبا. ثاني جولات هالاسبوع من لوج ان بلشت هلا على شاشه سما الفضائيه لحتى نشوف شو ابرز الاحداث والقضايا يلي ناقشوها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالساعات الماضيه. والبدايه من عند طالبان يلي عم بترد بالرصاص على طلاب الجامعات، وثاني اخبار عند المراهقه الاردنيه يلي اطلقت النار على اسرتها، والسبب خلافات عائلية حسب ما قالوا. أما الختام مع فيديو ظريف وطريف لجدة مصرية عم بتغني مع حفيدة وحصدت قلوب المتابعين. لهيك خلونا نبدأ فورا بأول لوج إن على تويتر. كانت حركة طالبان حظرت يوم الثلاثاء الماضي التعليم الجامعي للبنات بأفغانستان حتى إشعار آخر، والشي بيعني انه البنات والنساء ما بيقدروا يتلقوا التعليم غير بالمرحله الابتدائيه. الطلاب الذكور تضامنوا مع زميلاتهم وقرروا انه ما يقدموا امتحاناتهم، وانتشرت العديد من الفيديوز يلي تم تصويرها لخروج الطلاب من القاعات الامتحانيه، وقدم عدد منهم او من طلاب التعليم العالي اوراق امتحاناتهم من دون اجابات. وردا على تضامن هالطلاب مع النساء بافغانستان، اعلنت حركه طالبان انه بعض الجامعات حيتم اغلاقها لمده اسبوع من بعد احتجاجات كثيره على منع تعليم البنات بالبلاد. وبررت الحركه المتشدده نيتها باغلاق الجامعات لمده 7 ايام السبب عدم جاهزيتها. ولكن للاسف من بعد ما طلعوا الطلاب من قاعات الامتحانات، عناصر طالبان قابلتهم باطلاق النار وضرب المحتجين وركلهم، وهالشيء كان واضح بالعديد من الفيديوز اللي عم بنشوفها حاليا، ووثقت يمكن اطلاق النار من طالبان على طلاب افغان هالشيء اللي عمل جدل كبير على مواقع التواصل وغضب واسع عبر عنه الكتار، وتنديد كبير بالقمع يلي عم تتعرض له المرأة الأفغانية على إيد طالبان. يعني للأسف بعد هي المشاهد اللي كلياتنا شفناها، بتوقع ما عاد مسموح لأي حدا يقعد يجي ينظر ويدافع عن طالبان. ثاني خبر ولوجين جديدة على فيسبوك. وعلى الأردن رح روح بثاني أخبار جولتنا لليوم، ولعند العنوان العريض يلي تصدر محركات البحث والسوشيال ميديا، وهو الأردن يستفيق على جريمة بشعة. مراهقة قتلت والدها وأخواتها الاثنين بسلاح ناري. وبالفعل هي البنت صاحبة ال 17 عام أطلقت عيارات نارية على أفراد أسرتها، فللأسف تم قتل 3 أشخاص وأصابت 2. أما مديرية الأمن العام الأردنية فكشفت تفاصيل هي الجريمة البشعة بمحافظة إربد على إيد فتاة قاصر، وقالت المديرية هي الحادثة صارت بسبب خلافات عائلية، وتم التحرك لاحقاً للمكان وإلقاء القبض على هي البنت، وأيضاً ضبط السلاح الناري اللي كان بإيدها وبدأوا التحقيق معه. أما الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي فقالوا أنه هي الجريمة وقعت عن طريق الخطأ ومن دون أي قصد من هي البنت، وأضافوا أنه والد البنت هو من هواة الصيد، وهي عبت له السلاح المخصص للصيد بالذخيرة كخدمة لإله، وبعدين يمكن بطريقة يمكن غير مباشرة خرجت رصاصة من الرصاصات بشكل مفاجئ من السلاح من دون قصد، وهالشيء أصاب البنت بالرعب وما قدرت أنه تقيم إيدها عن الزناد، فخرجت باقي الطلقات بشكل أوتوماتيكي ونتج عنها مقتل الضحايا وإصابة والدتها وشقيقة البنت. وحسب رأي الجيران والأشخاص اللي كانوا متواجدين بالمنطقة، طلعت على الشارع وصارت تصرخ وتخبر الناس أنه هي بالفعل قتلت عائلتها لوقت وصول الأمن العام. واليوم الكل ناطر نتائج التحقيقات بهي الحادثة يلي كتار وصفوها بأنها غامضة. آخر أخبار جولة اليوم وآخر لوج إن على تيك توك. وحنختم آخر أخبار جولة اليوم مع فيديو ظريف وطريف ومهضوم، وانتشر في أحد أحياء مصر لولد بيتمتع بخامة صوت جميلة وبرفقته جدته. بهذا الفيديو يلي ظهرت الجدة فيه مثل ما عم بنشوف حاليا برفقة حفيدة، وهني عم بيغنوا بأحد شوارع القاهرة أغنية شهيرة للمطرب الشعبي الراحل أحمد عدوية. وتم تداول هالمقطع من رواد السوشيال ميديا للجدة هي ومبسوطة بحفيدة وعم بتشاركه بالغناء. طبعا كتار من المتابعين أشادوا بهالفيديو وعلقوا عليه يمكن بأنه أحلى شيء شافوه على السوشيال ميديا بالساعات القليلة الماضية بوسط الكثير من الحوادث الصعبة يلي عم بتصير. خلونا نسمعه سوا ونرجع. ما بلاش الموت معانا 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 بلاش تبعد هتنور وياك ما بلاش حركات ارسلي امبارح كنت بعدك سكر بقى
معانا وطحيني الأول يعني عن جد الشيء المهضوم والفيديو اللي بهيك بيدخل شوي الفرحة من بعد كومة الأحداث الغريبة والبشعة والمرض اللي عم يترافق بهاي الآونة. أخبار جولة اليوم من لوجين خلصت. أكيد لكل الأشخاص اللي حابين يشاركونا الأخبار أو الفيديوز الترند اللي عم بيشوفوهم على السوشيال ميديا، ببساطة بتقدروا تفوتوا على صفحة لوجين أو حتى على صفحة قناة سمر الرسمية وتشاركونا كل الكومنت وحتى الترندز يلي حابين نحكي فيها. وعنا مع الخبر بكون وصلت لنهاية جولتي اليومية، برجع بلتقي فيكم بكرة إذا الله راد بلفة جديدة وجولة جديدة على مجموعة مواقع التواصل الاجتماعي، ومن هلأ لوقتها ضلكم بألف خير. باي باي. Yeah.